أكد مستشار النمسا كارل نيهامر أكد أن محادثاته مع الرئيس السيسي كانت مكثفة وثرية، مشيرا إلى قوة العلاقات بين مصر والنمسا في ظل التعاون بينهما في المجالات كافة. أوضح مستشار النمسا أن زيارته إلى مصر تستهدف التركيز على الجانب الاقتصادي وتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم مع الشركات النمساوية، خاصة فيما يتعلق بالبنية الأساسية للنقل والري والزراعة. هدف هذه الرحلة كان هو أيضا التركيز على الجانب الاقتصادي وتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم مع شركات نمساوية، ترسخ التعاون وتضع هذا التعاون أيضا نصب الأعين. نتحدث عن البنية الأساسية للنقل والري والزراعة وكثير من المجالات التي سيتم توقيع الاتفاقات فيها. وبالنسبة لي وما تحدث عنه فخامة الرئيس أيضا هو أن زيارة فخامة الرئيس إلى النمسا ستكون مهمة للغاية، لأن مصر هي دولة مهمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، والتعاون في هذا الصدد يشكل أهمية بالغة. وعندما يشرفنا فخامة الرئيس بالزيارة في النمسا سوف نتوسع في الاتفاقات في هذا الصدد، حيث نرسخ التعاون أكثر بين مصر والنمسا. فمصر هي مقصد أساسي للسياح من النمسا، إذ يأتي الكثير من النمسا إلى مصر في أجازات. فشهدنا الكثير من التطور في النقل الجوي ما بين البلدين، وبالتالي سيكون هناك المزيد من الاتفاقات في هذا الصدد أيضا.